ما زلنا يعني على في مسألة حقيقة في موضوع النجاح، وهذه المرة قصة نجاح من غزة. صحيح، يعني معناتها خلينا نروح لحتى نتعرف سوية على مروة ناصر إسماعيل حسونة، وهي من غزة، والتي يعني هاي الجملة اللي بشرت فيها هي مروة ناصر إسماعيل حسونة 99.6 غرب غزة كفر قاسم الثانوية للبنات. الجملة هي اللي بشرت فيها بتفوقها بالامتحان الثانوية العامة، وهي اليوم معنا مثل ما خبرتكم بالسكايب تنضم لنا من غزة. يعني بنقول لها صباح الخير وأهلا وسهلا فيك معنا ومعها والدها. طبعا بنقول صباح الخير واهلا وسهلا بك ايضا معنا. يعني اهلا وسهلا يا مروه، بدايه نبارك لك النجاح. سمعتنا بشكل جيد؟ يعني لابد انه نبارك لك النجاح، وايضا نرحب حقيقه بوالدك الاستاذ ناصر اسماعيل حسونه ونبارك له هذا النجاح. يعني عاده المباركه لا تكون فقط للطالب، وانما حتى الاهل حقيقه يستحقوا المباركه. مبارك لكم جميعا فعليا. يعني معدل 99.6 في فلسطين هذا معدل ابدا مو سهل، وبالتاكيد هو نتج من خلال اجتهاد. فخبرينا بداية عن لحظة وصول الخبر إليك، كيف استقبلتيه؟ طبعاً صراحة في نحن يمكن ما بنسمعك بشكل كتير منيح مروة. مروة ممكن بس تقربي من المايك ولو شوي لحتى نسمعك بشكل أفضل، لأنه ما سمعنا صوتك بشكل جيد. نعم. طيب مروة، للأسف الشديد يبدو أنه في هنالك مشكلة في الصوت، في إيكو طالع، فمش عم نقدر نسمعك بشكل جيد. بالتأكيد سنعاود الاتصال بمروة. حقيقة أن هذه الفترة عبر مواقع التواصل أيضا عم بتابع فرحة كثير من الطلاب، وفي حتى فيديوهات مصورة للحظة وصول خبر النجاح. حلو. بصراحة يعني معدل 99.6 يستحق الفرحة، وأعتقد من كتر الصدمة يمكن هي مش عارفة كيف تفرح. إحنا كمان شوي رح نسمع يعني رأي مروة بالموضوع، لكن بصراحة معدل أبدا مهين. إسراء، نحن بهديك الفترة لحظات كانت لا تنسى بالنسبة لنا، رغم أنه ما كان لهالقد يعني المعدل بهذا 99.6، يعني طبعا معدل ليس بالسهل مثل ما قلتي، بس كانت لحظات كتير حلوة. فما بالك بالشخص اللي هو بتفوق فعليا، وما بالك بغزة، غزة اللي هي كلها إصرار وتحدي وكل الآلام اللي ممكن اللي عم يعيشوها الأهالي ومن سنين طويلة. فقديش هذا الشيء كمان بيأثر، هذا الشيء اللي حابين نحن نعرفه مع مروة صراحة. صحيح. وعلى فكرة أنا تابعت كثير من الفيديوهات اللي من غزة تحديدا لكثير من الطلاب اللي جابوا معدلات عالية فوق 95. شوفي طريقة الفرحة، يعني حتى بتحسي وكأنه يمكن أهل غزة من كتر الحصار. صحيح. والقهر والظلم اللي عم بيعيشوا فيه، فصفى إلهم طريق واحد فعليا للصعود والنجاح. هو طريق العلم. لذلك منلاحظ حقيقة إصرار كبير عند أهل غزة تحديدا، وبالتأكيد أيضا يعني عند كافة المناطق الفلسطينية، لكن أهل غزة في عندهم إصرار حقيقي نظرا للظروف الصعبة. وبتلاقيهم بالفعل بنجحوا بدرسوا بيجيبوا معدلات. كثير من يعني من القصص احنا عم نسمع انه حتى الطالب عم بدرس على الشمعة. ففعليا حتى الظروف البيئية مش متوفرة للدراسة، وهنا رسالة حقيقة لكل الطلاب الموجودين حول العالم. صحيح. وفي عندهم كافة الظروف، أقلها في مكتب، في غرفة أنت تدرس فيها، في إضاءة، فأنت أشعر بنعمة حقيقية. يعني الإنسان قادر، أنت ملكت الدنيا في هذا. صحيح. الموضوع والإنسان قادر فعليا، وهذا الشيء نحن نموذج ممكن نحكي عنه اليوم. لكن أنا صراحة وأعتقد الأصدقاء أيضا عندهم فضول يعرفوا شو هو كان شعوره فعليا، وقديش الفرحة كانت حلوة. ما بعرف إذا الاتصال ممكن يكون معنا. نعم الاتصال معنا، إذا خلينا نرحب معها من جديد ونتمنى أنه يكون الصوت جيد. صباح الخير مرة ثانية مروة. صباح النور. أهلا. طيب خبرينا إذن عن لحظة سماعك بهذا الخبر أنك تفوقتي بهذا المعدل، شو كان شعورك؟ طبعا في البداية كان في أجواء توتر وقلق ولحظات انتظار لكن بعد غير النتيجة كانت أجواء من الفرح والسرور تعود من بداية لحظة تحقق السلام أو حتى بداية المشوار للحياة الجامعية، والحمد لله من الله التوفيق. طيب احنا للاسف الشديد يبدو انه مش عم نسمع بشكل جيد احنا. طيب هل ممكن انك تاخذي التليفون من والدك؟ طبعا احنا بنشوفك عبر الصوره والسكايب، لكن فعليا عم نسمعك من خلال الهاتف. نعم تفضلي الان مروه احكي. نعم نعم تفضلي الان عبري. نسمعك.
طبعا في البداية كان في أجواء قلق وتوتر في البيت، لحظات من الانتظار الثقيل، لكن بحمد الله بعد ظهور النتيجة كان السرور والفرح يعم البيت، تحقق الحلم أو حتى بداية المشوار للحياة الجامعية، والحمد لله من الله التوفيق. ما شاء الله. طب لابد ايضا انه نسمع شعور والدك بصراحه، يعني والدك ما شاء الله يتنفس السعداء ويشعر بفرحه عارمه. لو تعطيه الموبايل خبرنا استاذ ناصر كيف كان شعورك يعني مع وصول خبر نجاح بنتك بهذا المعدل العالي. طبعا انا كنت متوقع هذا المعدل العالي بناء على الصفوف السابقه، لانه حصل في كل الصفوف من اول لحادي عشر وهي تحصل على 99.8، وحصلت في آخر صف قبل الثانوية العامة في الحادي عشر على نسبة 100%. فكنت أنا متوقع يعني أن تحصل على حتى أنا حتى تحصل يعني هذا المعدل الراقي الممتاز. نعم. لم يكن غريبا علي. جميل. طيب خلينا نرجع لمروة لأنه كتير مهم وسؤال براود الكثيرين، وهو كيف وصلت مروة؟ يعني حكينا عن تفاصيل حياتك الدراسية كانت اليومية أيام الامتحانات وما قبل ذلك بكل تأكيد. صراحة طبعا خطط لكل طالب توجيهي يمكن خطة معينة يضحها في بداية السنة، طبعا هذه الخطة بناء عليها يكون التوفيق الله عز وجل. طبعا أول في ثلاث أشياء مهمة جدا لكل طالب توجيهي، التوكل على الله عز وجل، الأخذ بالأسباب، المتابعة والدراسة، تنظيم الوقت، والثقة بالنفس أهم شيء، لأنه إذا فقد الشخص الثقة بالنفس معنى ذلك الكلام أنه فقد التركيز، فقد المتابعة، وفقد كل شيء من هذه الناحية. نعم. صراحة يعني كنت أنا أضع جدول دراسي يومي تحسبا لظروف تطرأ أثناء فترة المدرسة، فكنت أضع أنا جدول يومي طبعا بعد الانتهاء من ساعات الدراسه وانجاز المهام، كنت اضع على مسح على الورقه ما تبقى من اشياء لم يتم انجازها، كان طبعا اني اجلها لعطله الاسبوع. فكنت اصلا عطله الاسبوع والحمد لله يتم انجاز جميع المهام باذن الله. نعم. طيب مروة أنا حابة أسألك عن مسألة قطع الكهرباء في غزة، من المعروف أنه فعليا الكهرباء بتيجي بأوقات محددة وشبه ما في كهرباء، وهذا الشيء يؤثر على دراسة أي طالب، أنت كيف كنت تتعاملي مع هذا الموضوع؟ صراحة انقطاع التيار الكهربائي مشكلة من المشاكل اللي واجهتني خلال فترة الدراسة. طبعا هذه الفترة يعني يواجهها كل طالب توجيهي في قطاع غزة المحاصر بفعل الاحتلال الغاشم، والحمد لله طبعا إصرارنا وعزيمتنا حلمنا أهم من كل شيء، تجاوزناها تخطيناها كنا على قدر من المسؤولية والحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا مشاكل ايضا انتشار الوباء وجائحة كورونا التي واجهتنا في نهاية السنة الدراسية التي سببت انقطاع عن التعليم بجهة المقاعد الدراسية واللجوء للتعليم الالكتروني، لكن قامت وزارة التعليم باجراءاتها، قامت بحذف جزء من المنهاج الدراسي الذي لم يتم اخذه، والحمد لله. نعم. رب العالمين تجاوزناها بكل تحدي. نعم. وعزم وافراح. طيب مروة رغم ظروف الحصار في غزة ورغم انقطاع الكهرباء وما إلى ذلك، ولكنك تفوقتي، وأعتقد أنه هون دور الأهل فعليا. نعم. لحتى يدعموا. خلينا نسأل الوالد، ممكن تعطيه التليفون لحتى نسمعه هو يخبرنا، خاصة جملتك الأولى أنك كنت متوقع، فهي يعني أنا وقفت عندها صراحة، فخبرني قديش حلو أو قديش مهم حتى أهمية أنه يدعموا الأب يدعم والأم يدعموا الفتاة لحتى توصل لهذا المعدل ولهذا التفوق. طبعا المهم الدعم النفسي والدعم المادي في هذه المرحله، لانه يعني بالنسبه لحاله الثانويه العام مفترق طرق. نعم تفضل اكمل. يعتبر مفترق طرق بالنسبه لطالب الثانويه العامه، هو اللي بحب المستقبل، وبالتالي كنا نجلس يعني مع بنتي مره ندعم الثانويه العامه في اي صف اخر، والدراسة فيها عادية، يمكن ما شاء الله حصلت على درجات عالية في المراحل السابقة، وعندك معرفة ومهارات قد تستطيع توظيفها في الصف في صف الثانوية العامة أثناء الدراسة. نعم. كنا نهيئ لها يعني كنا نهيئ لها أجواء جيدة، وكنا يعني معها في كل ساعة، وإن يعني نثير دفعيتها للتعلم، لانه يعني كانت الظروف صعبه عندنا،
نعم. كمان انت عارفه انقطاع التيار الفرعي من جهه، الوضع الاقتصادي من جهه، جاءت كورونا وما الى وما عليها. كانت الظروف يعني لازم الطالب يدعم في هذا الجانب. نعم. كانت يعني تعاطي فتره الدراسه وانقطاع عن الدراسه. كنا يعني ما بين البينين، هل سنستكمل الثانويه العامه ام لم نستكمل؟ يعني حول العالم حوالينا يعني كلنا والاصابات بسبب الكورونا والمقاطر الكورونا وكذا، يعني في بعض الاحيان بيصل الانسان لمرحله الاحباط. الا ان ربنا سبحانه وتعالى سهل ونسلنا في الطريق بامل من الله سبحانه وتعالى، والحمد لله تجاوزنا هذه الاشياء الى وصلنا من الى هذا المعدل بالنسبه لمروه. نعم. طب معلش ارجع لمروه شوي وتخبرينا مروه، يعني عاده اي طالب يحصل على هذا المعدل العالي يحلم بدراسة الطب أو الهندسة عادة، هذه هاي الصورة النمطية عندنا في المجتمعات. أنت فعليا حابة تدرسي طب؟ صحيح، أنا حابة طبعا أدرس الطب، أتخصص دماغ وأعصاب بإذن الله، هذا حلم منذ الصغر. تتخصصي شو مرة ثانية؟ في بداية المشروع مروة دماغ وأعصاب. أعصاب، دماغ وأعصاب، يعني من الآن أنت محضرة فعليا اللي هو تخصص التخصص كمان، مش بس صحيح. التخصص في الطب ما شاء الله، نتمنى لك التوفيق. طيب حاليا يعني في ظل مثلا الظروف الصعبة، ظروف المستشفيات الصعبة، جائحة كورونا اللي أصابت العالم وهي تعتبر كارثة وبائية، ما زال عندك هذا الحلم قائم ما تغير؟ صحيح، الحلم ما زال قائم بالإصرار والعزيمة بإذن الله، لأن إن خفنا نحن من دخول كلية الطب، من سينقذ العالم من هذا الوباء؟ من سيحمي هذا العالم؟ سيقضي على هذه الجائحة؟ نعم. وإن شاء الله يعني الحلم ما زال قائم. إن شاء الله يا رب، نحن نتمنى لك التوفيق. لكن يعني مروة كتير مهم نعرف منك هذا السر، الكثير من الأشخاص ممكن والطلاب يعني لحظة ويعني أيام الثانوية العامة بتوتروا كتير، أنت كيف تخطيتي هالتوتر؟ كيف يعني رغم الحصار، رغم يعني وضع غزة، رغم جائحة كورونا، كيف حاولتي أنك تسيطري على نفسيتك تكون مرتاحة وتقدري أنك تتفوقي وتنجحي بهذا الشكل؟ طبعا في البداية أهم إشي اللي هو الدعم النفسي، الابتعاد قدر الإمكان عن التفكير في الضغوطات النفسية، تركز على هدفك أهم شيء، والحمد لله طبعا حلمك أهم، وبالتالي أنت راح تقدر تسير رغم الصعوبات والتحديات. مش إحنا في قطاع غزة طبعا زي متعودين إنه على هذه الأشياء وهذه الصعوبات، فجائحة كورونا طبعا لها أصحابها. صحيح. ما علينا إلا ندرس ونجتهد، لأن السلاح الوحيد بمقاومة الاحتلال هو العلم، فإحنا إذا استسلمنا من سيحمي فلسطين؟ من سيقف في وجه المستل؟ سلاحنا هو علمنا، ليس لدينا ثروات بترول، الاحتلال جميع طبعا سيطر عليها نهبها، علمنا هو سلاحنا الوحيد في مقاومة الاحتلال. جميل، يعني أنت بتعتبري تفوقك ودراستك للطب هو جزء من مقاومة الوضع اللي أنتوا عم بتعيشوا فيه، فهذه نقطة حقيقة جميلة جدا. أنا بحييكي مروة وببارك لك، بتمنى لك التوفيق، بتمنى في يوم من الأيام أنه نسمع عنك بالفعل أنك من أفضل الأطباء على مستوى العالم. فلسطين خرجت الكثير، فهنالك بالفعل أمل كبير جدا، لأنه معروف جدا أنه ما زال حتى هذه اللحظة في فلسطين الدراسة أو المستوى الدراسي يعتبر فيها عالي على الرغم من كل الظروف. شكرا جزيلا مروة حسونة، وأيضا شكرا للأستاذ ناصر، ونبارك لكم مرة أخرى، ونبارك للعائلة والوالدة أيضا بكل تأكيد. نعم بكل تأكيد.